اللي يعني جمعه سبت ثلاث، الجمعه اللي بعديها نبدا في البروجكت، فضلت ثلاث محاضرات في الوان وتخلص المنهج بتاعها، محاضرتين ونخلص البريدجنج. تمام، يعني ثلاث اسابيع الدنيا كلها بعضها ثلاث اسابيع. هو الصبح الجاي الساعه كام؟ ها يلا يلا يا شباب، السبت الجاي الساعه 9 9 السبت الساعه 9 صح. تعالى كده نشوف مع بعض. ها يا ابني نيجي الجمعه وبعدين بنيجي السبت. الجمعه الساعه 10 يلا. ايه 9 9 ما اختلفتوا انتم، اختلفتوا المره اللي فاتت، في ناس قالت 9 وفي ناس قالت 3 وفي ناس قالت 5 و 9 انت تابع من فيديوهات. بص يا باشا يلا كده نشوف. انا عايز الراوتر ده اهو اشغله، دي اتش بي سيرفر يا باشمهندس، ركزي بقى قوي، عايز تركزي في الموضوع قوي. ازاي اشغله دي اتش بي سيرفر؟ هو جهازك فصل ولا هي سلم؟ طيب ها، يبقى انا عايز الجهاز ده الراوتر ده اشغله ايه؟ اشغله دي اتش بي سيرفر. ازاي بقى؟ تعالوا نراجع كده على الموضوع بتاع الدي اتش بي سيرفر كده تاني. هو الدي اتش بي سيرفر هناخد دي اتش بي سيرفر فيرجن 4 يا احمد، وناخده الفيرجن 6 يا محمود اهو، دي اتش بي الفيرجن 4 ده اللي هشرحه، وارجع تاني اخده لايه؟ لفيرجن 6. روق كده معايا بقى. بص يا سيدي، احنا كنا لما نيجي نحط الاي بي بنعمل اساين الاي بي، كان عندي طريقتين اتنين فاكرينها؟ كان في مانوال بايديا او ايه؟ او دايناميك عن طريق مين؟ الدي اتش بي. المانوال دوت يعني اروح على كل جهاز واحطه بايدي، اما الدايناميك كان عن طريق حاجه اسمها الدي اتش بي اللي هو اختصار كلمه ايه؟ دايناميك هوست كونفيجريشن بروتوكول. حلو، وسيسكو بتقدم لك سلوشن ان انت ممكن تستخدم راوتر سيسكو ان هو يوزع ايبهات على الشبكات كلها، فما تحطش انت ايبهات بايدك، يعني اشغل الراوتر بتاع سيسكو دي اتش بي تمام، بس لما يجي لك في الامتحان ان انا اشغل راوتر سيسكو دي اتش بي ولا اجيب سيرفر اساسا اشغله دي اتش بي؟ لا طبعا اجيب سيرفر اشغله دي اتش بي، الراوتر شغلته راوتنج، فانت كده هتشغله برول غير مش بتاعته خالص، فهتشغله برول زياده عن الرولز بتاعته، بدور زياده في الشبكه تمام. يقول لك الراوتر تشغله، ما هناخد الراوتر ازاي نعمله فاير وول؟ تشغله فاير وول ولا تجيب فاير وول؟ طبعا اشتري فاير وول، الراوتر مش بتاع فاير وول ده، لو انا عندي شبكه كده ومش قادر اشتري فاير وول اشغل الراوتر فاير وول ماشي، احط عليه اكسس ليست واظبطه وبتاع، انما هو عموما هجيب سيرفر شغله دي اتش بي سيرفر مايكروسوفت او سيرفر لينكس ده او اي كان. ازاي الراوتر بتاعنا بقى هنشغله دي اتش بي؟ تعالوا بس نشوف كده هو الدي اتش بي كان بيعمل ايه. الجهاز بتاعك اول ما تقول له اوتوماتيك كان بيروح يبعت رساله برودكاست اسمها ايه؟ دي اتش بي ديسكفر. مين يلاقيها؟ يروح لكل الناس، ومنهم مين؟ الدي اتش بي. فالدي اتش بي يقوم رد عليه بحاجه اسمها ايه؟ دي اتش بي اوفر. والاوفر ده بيبقى كان فيه ايه؟ بيبقى فيه اي بي، سبنت ماسك، جيت واي، والدي ان اس، وايه كمان؟ وكمان بيبقى فيه الليس تايم، هو الاي بي ده هيتاجره لك لمده قد ايه؟ وبعد كده بعد كده الراجل ياخد الاي بي ويقوم عامل له ايه؟ طب انا عايز الاي بي ده دي اتش بي ايه؟ ريكوست. يوم اللي ده رد عليك بايه؟ بدي اتش بي ايه؟ اك اكنولج دي اتش بي ايه؟ اكنولج. حلو الكلام؟ في مشكله كده عند حد؟ طيب ازاي بقى ما هشغل الراوتر بتاعي ان هو يوزع ايبهات؟ بص يا سيدي، الراوتر بتاعي اللي عايز اشغله هيبقى الراوتر ده اللي هو في الشمال ده، بس الراوتر اللي في الشمال ده عليه كام شبكه؟ اتنين. كل شبكه منهم هكريت لها حاجه اسمها بول. اسمها ايه؟ بول. فهسمي الاولاني بول نتورك واحد، وهسمي الثاني بول نتورك 2. حلو، يبقى كل شبكه على الراوتر هستعمل لها ايه؟ بول. البول الاولاني هيبقى 172 16 1 0 والثاني 16 2 0. حلو الكلام. طب الجيت واي بتاع الاولاني هتبقى كام؟ 172 16 1 1، والجيت واي بتاع الثاني 2 1.
طب الدي ان اس، انا عايز الاجهزه تاخد دي ان اس بتاع جوجل اربع تمانيات، والتاني ده ياخد دي ان اس بتاع جوجل برضه بس ايه تمانيتين اربعتين. مزاجك بقى. يبقى كل بول يا جماعه من الاخر كده بيبقى له النتورك ادرس بتاعه، السبنت ماسك بيبقى له الديفولت جيت واي، بيبقى له الدي ان اس، بيبقى له كمان الليس تايم، هو الاي بي ده الاجهزه هتاخده لمده قد ايه. طب ايه البول ده؟ اللي هو الرينج بتاع الشبكه بتاعك اللي هوزع منه اي بيهات، بيبقى على الراوتر وانت بتكلفيه عليه. لو انت عايز الراوتر هو اللي يوزع اي بيهات، تيجي نشوفه كده بالكوماندات. يلا كده بالراحه كده هنخش على الراوتر اهو. جميل اهو اهو. بص يا سيدي، انيبل كونفيجر تيرمينال اي بي دي اتش سي بي بول. البول الاولاني هسميه كايرو اهو، كايرو داش سيلز، دي الشبكه بتاع كايرو. اي اسم يا عم، وطالما عملته كابتن يبقى انا بكتبه اي اسم من عندي، سميه اي حاجه تمام. وبعدين انت كده جوه البول نتورك 172.16.10 255 255 255 0 ديفولت راوتر 172.16.11. يبقى اي جهاز هيجي ياخد اي بي هيديله اي بي في الرينج ده، واي جهاز هيجي ياخد جيت واي هيديله اي بي في الرينج ده. دي ان اس اربع تمانيات. طب تيجي نجرب كده، تعالوا نجرب كده. انا كده خلصت يا عم الجهاز ده اهو، ديسك توب دي اتش سي بي، خد واحد اتنين، حط 500,000 جهاز اهو، واحد اتنين تلاته اربعه، هات كابلات يا عم يلا اهو اهو. بالك السويتش بيقعد ايه 30 ل 50 ايه ثانيه على ما ينور، بعمل فاست ايه فورورد اهو، 1 3 اللي بعده 1 4. في بعض الشركات يا معلم السيرفرات والبرنترات المركزيه يا محمد والكاميرات بتاخد ستاتيك اي بي، ما ينفعش اخلي الدي اتش بي يديلها اي بي. ليه؟ لان البرنتر دي مركزيه موجوده في الكوريدور مثلا بتاع الشركه، فعايز يكون الاي بي بتاعها معروف، فبحط لها اي بي ستاتيك بايدي. السيرفر بحط له اي بي ستاتيك بايدي، ما ينفعش اخليه يديله كده اوتوماتيك لان بستخدمه بعد كده في السيرفيسز واخلي الكلاينت يكونكتوا عليه. فانا عايز من الاخر كده جزء من الشبكه بتاعتي، مش الشبكه دي عباره عن 172.16.10 لحد 1255، انا عايز اخد من اول 5 لحد 50 كده الرينج ده الدي اتش بي ما يوزعهوش، عايز اعينه كده في جيبي. ليه احط ده في جيبي؟ عشان انا بعد كده هحطه بايديا للاجهزه اللي انا عايز احط لها ايبيهات ستاتيك. الاجهزه عندي عايز اديلها ايبيهات ستاتيك تمام؟ السي اي او بتاع الشركه رئيس الشركه مش هديله اي بي اوتوماتيك، عايز احط له ستاتيك عشان ابقى عارف الجهاز بتاعه، عشان اعلي له البريورتي وادخله نت واظبط له الدنيا تمام. مثلا مش مهم خالص الموظفين يخشوا نت يتنقلوا على عينهم يقعدوا تمام كده، مش مهم خالص بالظبط يعني خلاص. فانا عايز كده احجز رينج من الشبكه بتاعتي، اقول الدي اتش بي ما توزعهاش، اصلا لو سبتها مفتوحه كده وهو بيوزع وانا جيت احط اي بي ستيك بايدي هيحصل لي دوبليكيشن يا سلام. فازاي احجز رينج ما يتوزعش بالكوماند اللي جاي ده؟ احنا اخدنا 1.4 اهو، هاجي هنا اهو كده واقول له ايه بقى بس بره، مش وانا جوه الدي اتش بي وانا بره، اكزيت اهو، شايف محمود على الجلوبال اهو، اي بي دي اتش بي اكسكلودد ادرس، لو سمحت لو سمحت الادرس اللي هكتبه ده ما توزعوش 172.16.15 لحد 172.16.50
فخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة لحد 50 مش هيتوزعوا. طب انا عايز احجز كمان رينج، اقول له اي بي اكسكلودد ادرس، لو سمحت ما تديش حد واحد واحد، اصل دي الجيت واي بتاعتي اللي هو رقم الراوتر. حلو الكلام؟ اه تعالى بقى كده الجهاز اللي عليه الدور خمسة. ممكن؟ اه يا عم ايه المشكلة؟ اه طبعا في الحقيقة ممكن، لازم اشيل الجيت واي، لازم اشيل الجيت واي الاجهزة قدام الاجهزة. ما انت حاطط الجيت واي ستاتيك، وانت اللي هو اللي مديه الستاتيك، هو اللي مديه للراوتر. حلو اهو بص كده، ده الجهاز الخامس. لا مش ده، اللي بعده اهو، المفروض ما يدوش خمسة، 51 راح مطير الرينج كله اللي هو من 5 ل 50 وراح مديله ايه؟ اي بي 51. حلو الكلام كده؟ في مشكله كده عند حد؟ طيب انا عايز بقى الشبكه اللي جنبه الاخرى تشتغل دايناميك. انا كده شغلت بول واحد بس، اعمل كمان بول اهو. تعالى يا عم خش على ده، انا عايز دي الاخرى تاخد ايبات لوحدها اهو. اي بي دي اتش بي يا معلم بول، ها هسميها ايه؟ هسميها كايرو اهو داش ماركتنج. ايه يعني؟ دي شبكه بتاع التسويق، لها نتورك مختلفه اكيد. يا سلام بقى لما نقعد نعمل بقى الحاجات دي، الفيلان مع الانتر فيلان مع الديش في سيرفر، تمام؟ ها النتورك بتاعتك 172 16 2 0 ها 255 255 255 0. دي الشبكه الثانيه هي يا محمود. ها ها الجيت واي الديفولت راوتر 172 16 1 1 2 1 بقى 2 1 ده الجيت واي بتاعتي بتاع الشبكه الجديده اللي هي شبكه 2 صح؟ ها الدي ان اس، انا عايز الدي ان اس اللي يبقى مختلف على الثاني. هتدخل الاجهزه تاخد دي ان اس 8200 4200 الدي ان اس اللي هو الرقم الدي ان اس سيرفر اللي عند شركه الاي اس بي اللي وانت متداخله بتسالي الياهو ده الاي بي بتاعه كام؟ الهوت ميل الاي بي بتاعه كام؟ بس في الشركات بيبقى رقم دي ان اس جوه الشركه بديله الاي بي بتاع الدي ان اس البابلي بتاعها بتاع الشركه. حلو كده؟ ها طيب ايه؟ بتاع زي ما هو معروف يا عم 8200 4200 و48 ده بتاع جوجل. انما انا بقى لو شغال على شركه نت وما عنديش دي ان اس جوه الشركه هسال تي داتا دي ان اس بتاعكم كام؟ هتدورلك على طول تمام؟ طب لو انا عندي جوه الشركه عندي دي ان اس سيرفر جوه الشركه هحط الدي ان اس سيرفر بتاع الشركه وبتاع الشركه بوصله بالنت بيخرجني بره الانترنال دي ان اس تمام؟ ايا كان الدي ان اس بتاع مين بالظبط؟ لو عندك اكتب بتاعك، لو مش عندك اكتب البابليك اللي بره. ممكن ما تكتبش خالص دي ان اس انت مش عايز الناس تخش على النت، فلو ما كتبتش الدي ان اس محدش هيطلع نت. الاجهزه تبقى واخده ايبات من غير ايه؟ من غير دي ان اس، فمحدش هيخش النت خالص. ها قول يا باشا. دي اتش اس بي ده بعد ما ادي الفتحه اي بي واشغل الراوتنج كمان. تمام. حاجه ثانيه دي ان اس بيبقى اتنين بيبقى 10. انت معاك فلوس اعملوا 10. بيبقى بيبقى برايمري والترنيت. أيوة. انت حطيت واحد دلوقتي خلاص لو ده برايمري، لو عايز تعمل كمان واحد دي ان اس سيرفر دول كمان واحد عادي. اه والترنيت بس مش كل الاوبريتنج سيستم بتقبل اثنين دي ان اس، يعني لينكس مثلا بيبقى دي ان اس واحد العادي كله. اه ماشي ماشي ايا كان يعني ماشي. ها آه. خلاص كده. طب انا بقى مش عايز اوزع غير من بعد ال 100، اعمل ايه؟ اكزيت اقول له اي بي دي اتش بي اكسكلودد ادرس والنبي الله يكرمك من 172 16 1 2 لحد 172 16 1 100 2 ملخبطني انت على طول يعني. لا مش عارف ما تصحى يا علاء. ها 2 كام؟ 2 100 واشيل الجيت واي كمان اهو 2 1. تعالى كده نشوف. يا سلام حاجة أدق خالص يا راجل 101 شفت اهو. ولا بقى ايباد واقعد حط اي بي اهو اهو يا عم اهو. عايزين كم جهاز؟ 500 مثلا ينفع؟ هو مش بكترون يا
الراوتر بتاع سيسكو هو بيغلط بيغلط ووزعه عادي بالغلط غيره يعني اهو شفت يا ابني لا مش ده ده 102 103 لا بقى الكارثه بقى مش هنا الكارثه مش هنا بقى الكارثه مش هنا كل الكلام ده تافه وكويس وبتاع لذيذ لو انا بقى عايز الدي اتش اس بي اللي هو الفرع الرئيسي بتاع القاره ده يوزع ايدهات على الشبكات بتاعه سوهاج الفرع تاني خالص يعني انا ميت وانت قاعد جنبه اه جنب بتاع القاره اه تمام ركز معايا بقى قاعدين سامعني حاجه قد الرينج يعني الشبكه بتاعك ايه قد الرينج يعني الرينج بتاع كل شبكه والشبكه للكير صح اعمل بول يعني جديد تمام قوي تعال نشوف كده الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل بص يا سيدي تعال كده بص اهو يعني ايه هاجي هنا الراجل قال لك ايه طب ما تعمل بول يا عم ايه بي دي اتش بي بول تمام اهو اسمه ايه بقى اسميه سوهاج سوهاج اندرسكورز وهكذا صح ان كان بقى ها سيلز ماشي هي النتورك بتاعت سوهاج كام النتورك بتاع سوهاج بتاع سيلز 100 خلاص يا عم تمام شغال يبقى هاجي ان هو تقول له ايه نتورك 172 16 كام 100 0 255 دوت 255 دوت 255 دوت 0 حلو الديفولت راوتر 172 16 100 كام 1 ايه تاني الدي ان اس 102.8 دوت 8 دوت 100 دوت 100 اي حاجه يا عم الشرط ها عايز اعمل اكسكلودد ادرس اقول له اي بي دي اتش سي بي اكسكلودد ادرس 172 16 101 وكمان شيل لي كمان من اول 102 لحد 172 16 100 دوت 60 زي ما انت عايز بقى حلو تعال بقى نشوفها بقى بابلني اهو لو انا عملت ايه ديسكو توب اهو دي اتش سي بي الويندوز قاعد منتظر 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 اداك اسمه ايه ابيب اهو دي 54 اهو يا اخوي اهو دي 54 اهو ايه يا باشا ضيع حاجه ضيع حاجه اه بالظبط نسيتها دي عارف انت في شيخ كده بيقرا مثلا الحاجه في واحد بيبقى ايه اه محمد كده السندين بتاعه الله يرضى عليك يا شيخ بالظبط ايه الكارثه بقى ايه المشكله حد يقول لي بقى المشكله بقى بهوان ايه المشكله بقى هنا هو ليه الراوتر بتاعي مش قادر يدي اي بي للشبكه اللي هناك البعيد هو المشكله في ايه ما هو عارف ان وعارف الراوتر كل حاجه مفيش مشاكل في الكلام ده بس مشكلة بسيطة جدا يعني ازاي مش مركزين في الموضوع ده؟ ها؟ ازاي؟ ها؟ لا 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 هو مش أول رسالة بتبقى برودكاست فلما الراجل ده يجي يعمل برودكاست مسج هل الراوتر هيعدي البرودكاست؟ مش الراوتر كان بيوقع كل رسائل البرودكاست يا شباب؟ هو مش البرودكاست ده بيبقى على السويتش بس هل البرودكاست اللي هي الديسكفر هتطلع من الراجل ده تعدي من الراوتر برودكاست وتروح للراوتر الراوتر كان بيوقع البرودكاست مفيش حاجه اسمها برودكاست على الراوتر فاكر لما كنت بقول لك هنا على البورده ده الراوتر بيقسم البرودكاست صح كده البرودكاست ده على السويتش بس مفيش حاجه اسمها برودكاست على الراوتر صح كده فهو لما يجي الراجل ده اهو تعال كده نشوف هو ايه اللي بيحصل اللي بيحصل يا عم ان الراجل اللي بيوزع ايبات قاعد هنا في مصر اهو قاعد فينا في القاهره راجل باشا اهو ومربوط بالراوتر اللي فوق ده والراوتر ده مربوط بتاع مين؟ سوهاج اهو. فالراجل الغلبان يعني بتاع سوهاج كل ما يجي يعمل اول رساله، اول رساله كان عندنا اسمها ايه؟ اي بي دي اتش بي ديسكفر اهي. والله كانت اول رساله اسمها ديسكفر اهي. الرساله دي كانت برودكاست مسج بتنبعت لكل الناس اللي في الشبكه عشان ادور على الدي اتش بي. فاول رساله حضرتك كانت بتنبعت اهي
من الراجل ده للسويتش، فالسويتش كان بيطلعها لكل مين؟ لكل الناس اللي عليه، ومنه كمان للراوتر. تيجي للراوتر، الراوتر يبص لقى برودكاست يعمل فيه يوقعها ديسكارد. فاساسا الديسكفر ما كانتش بتوصل للراجل اللي هناك عشان ايه؟ يديك اي بي. حلو، هي دي المشكله عندنا، ان البرودكاست ما بيعديش من الراوتر. فالراوتر يا جماعه اي رساله ديسكفر بيحصل ايه؟ بيوقعها. فانا عايز اقول للانترفيس اللي بتوقع الباكيتات البرودكاست دي، اقول لها اول ما يجي لك حد بيدور على اي بي يا ريت تشيل البرودكاست ادرس اللي هو كام، 255.255.255، وحط مكانه الاي بي بتاع الراوتر اللي شغال دي اتش بي. يبقى رساله يونيكاست بقى تمشي، ان شاء الله تمشي 200 راوتر قدام. يبقى انا عايز الانترفيس ده تحول الرساله بتاعت البرودكاست لايه؟ ليونيكاست. طب اليونيكاست ده يعني هيديله اي بي مين؟ الراوتر اللي شغال دي اتش بي. في الحاله دي يا محمود بقول الانترفيس اللي شغاله بالكلام ده شغاله اسمها ريلي ايجنت. ريلي ايه؟ ايجنت دي اتش بي ريلي ايجنت. ريلي ايجنت بعملها ازاي؟ بمنتهى البساطه هقوم رايح على الانترفيس اللي بتوقع الباكت، مش هي دي اهو، اقوم داخل جواه اهو انيبل كونفيجر تيرمينال انترفيس فاست 0 على 0 اي بي هيلبر ادرس. هيلبر ادرس اي بي هيلبر ادرس، ودي لها الاي بي بتاع الراوتر اللي شغال دي اس بي. اي اي بي منه، هو عليه انك 3 اي بيهات، اي اي بي منه يا سلمى. تمام اهو هديله 209 165 200 دوت 229. اي اي بي هناك الراجل ده عليه كام اي بي؟ 3 اهو، واحده الفتحه دي، واحده الفتحه دي، واحده الفتحه دي. ادي لها اي اي بي من دول. بص كده الراجل ايه المشكله يعني؟ بقت الاجهزه كلها ستاتيك ودي اتش بي 61 اهو، لان كنا حاجزين من اول 2 لحد 60. حط بقى 50,000 جهاز عندك في الشبكه بتاعت سوهاج كلها لقط. يبقى الحل للمشكله كانت ايه؟ المشكله ان انا كان عندي هنا اهو على السويتش بتاعي حد يقول حاجه الاول؟ يلا هذا الراوتر، توصل الراوتر، توصل الراوتر، الراوتر ده شغال دي اتش سي بي. هنا الانترفيس ده هي بتوصلها بسويتش، بتوصلها بالاجهزه دي. حلو الكلام؟ الراجل ده علشان يوصل للراجل ده ما ينفعش يوصله بالبرودكاست، لان كنا بناخد في اولى ابتدائي ان الراوتر بيوقع البرودكاست اللي هو وان بروكاست وين سويتش. وكمان لو انت حاطط الاجهزه دي في بينام مش هيروح كامل للبنان الثانيه، لو سويتش حرام عليه بينام، وانا برضه متقسمه بالبرودكاست. يبقى يا جماعه الراوتر ده ما ينفعش حد بيعمل برودكاست في الشبكه دي يقول البرودكاست بتاع الشبكه دي رايح للشبكه دي، ده انت بتخرج بقى صح؟ دي شبكه برودكاست ودي برودكاست من تاني. تمام كده؟ فالراجل ده لما كان يجي مع الدي اتش بي ديسكفر الرسالة بتاعتك بتطلع من هنا، تروح لكل الناس اللي معاك في الشبكة ومنهم مين؟ الراوتر يبص فيها يلاقي مكتوب فيها ديستنيشن اي بي 4255. رسالة بودكاست. يقوم يعمل فيها ايه؟ ما ينفعش يعديها الناحية التانية. أمال إمتى الراوتر يعديها؟ لو كان مكتوب فيها اي بي عادي يوديه للشبكة بتاعته هناك. واللي بيخليه يروح الشبكه هناك اصلا حاطط الرب، فالرب معرف كل الفروع ببعضيها صح كده؟ ولو ما كانش الرب شغال يعني الراوتر ده ما بيعرفش يوصل لده كان وقع لك الشبكه برضه. فبقى على الترابيزه اهي وقوم مسميها حاجه اسمها دي اتش بي ريلي ايجنت. دي اتش بي يا جماعه ريلي ايجنت، هو بسيط جدا، بكتب اي بي هيلبر ادرس واديله اي ادرس منين؟ من هنا. يعني كنت ممكن ايه؟ اقول له 172 16 11 اللي هو ده.
او الدلتا ده 2965 تي بي 29 مثلا. هل هو كده في مشكله كده عند حد؟ طب انا عايز يوزع الشبكه دي بتاع سواج الثانيه اللي هي دي. خلاص يا عم اعمل لها بول هنا الاول اهو، يعني عايز يوزع على دي اعمل لها بول هنا الاول اهو. اي بي دي اتش سي بي بول، ها نسميها سوهاج ماركتينج. وبعدين وبعدين نقول له نتورك 172 16 بتاع سواج بقى 200 0 255 دوت 255 255 دوت ايه 0 ديفولت راوتر 172 16 201 الدي ان اس 8 9 8 9 اي حاجه يا عم. لاس اكزيت اي بي ديفولت اي بي اكسكلودد ادرس، لو انت عايز تشيل بقى اي بي دي اتش سي بي اكسكلودد ادرس 172 16 201 لحد كام 172 16 200 200 لو انت عايز تحجز ده كله. ايه المشكله يعني؟ الراجل ده استحاله ياخد اي بي، استحاله يا جماعه اهو ياخد قريبه. ليه؟ لان كل ما يجي يعمل برودكاست ايه اللي بيحصل؟ الانترفيس بتاعته بتوقع الباكت اللي هي الانترفيس اللي اسمها ايه؟ 0 على 0 او 0 على 2 0 على 1 اهي، اقوم داخل جوه 0 على 1 اقول له اكزيت انترفيس فاست 0 على 1 اي بي هيلبر ادرس 172 16 1 1 اي اي بي هناك. تعالى بقى يا باشا كده تلاقي الدنيا لذيذة وشغالة وزي الفل. هو كان بيجيب المرة فاتت لوحده ماشي ستك دي اس بي تمام. بادئ من كام؟ 201 لان حاجز لحد 200 بس. حط هنا 50 جهاز بقى ما فيش مشكلة خالص، يعني اي عدد في اي من الاجهزة في الشبكتين دول حلو. في حد عنده مشكلة في دي اس بي فيرجن 4؟ نعم حبيبي. دلوقتي الاي بي كده كده الفورت واخد اي بي الايه؟ واخد اي بي. هل انا مثلا ممكن اعمل مورك مع راوتر تاني اعمله اي بي مختلف ولا لازم هم اي بي مختلف؟ يعني ايه مش فاهم تاني كده؟ يعني مثلا عملت البول بتاع الاتش سي بي يعني انت عايز تقول لازم تقول البول يختلف عن رقم الشبكه؟ يبقى انا كده بهرج يا ممدوح. تعرف ممدوح عايز يعمل ايه؟ عايز يعمل بول لسوهاج ماركتنج، يجي على البورت يديله 201 هنا ويجي هنا مثلا يديله 250 زيرو شبكه. لا ما ينفعش. طب ده ينفع؟ ده منطقي؟ انا ده منطقي؟ لا مش منطقي، استحاله. انت عارف هو ليه بيفهم ان دلوقتي الراجل الراوتر ده بيوزع على اربع شبكات؟ انت عارف هو منين بيفهم ان انا اديك من البول ده او اديك من البول ده او اديك من البول ده او اديك من البول ده؟ من الجيت واي بتاعته. من الجيت واي بتاعته، ما هو الراجل لسه ما خدش اي بي. فاللي جاي لي من الجيت واي اللي اسمها 100 اديله من الرينج 100، اللي جاي لي من الجيت واي 200 اديله من الرينج 200، اللي جاي لي من الجيت واي 1 اديله من 1، اللي جاي لي من الجيت واي 2 اديله من 2. ما هو الجهاز لسه ما خدش اي بي بهوات. فعلى حسب الانترفيس اللي انت جاي منها. وعشان كده رساله دي اتش بي ديسكفر بينكتب فيها الديفولت جيت واي وهو بيجيب لك الرساله. عشان اعرف هو تبع انهي شبكه ده. ما هو جايب انت عارف الاي بي بتاعه كام قبل ما ياخد اي بي؟ اربع اصفار. سواء كان في اي حته في الاربع شبكات الاي بي بتاعه اربع اصفار. الجهاز لسه ما خدش اي بي، بس ده جاي لي من الراوتر الاولاني، ده جاي لي من الراوتر الثاني، ده جاي لي من الراوتر الثالث، ده جاي لي من الراوتر الرابع. مديله من شبكته تمام كده. دي اس بي فيرجن 4 في مشكله؟ لا ما تعمليش كده، ده فاضل دي اس بي فيرجن 6. ها اخش ولا ايه؟ اه عايز ايه؟ في ايه؟ انا مو انا مش مشكلة. على حسابك بقى الواد خد الفلوس ومشي ولا ايه؟ خد لما يجي المره الجايه. طيب ها مستعدين؟ مستعدين لان الاي بي فيرجن 6 كتير شويه. مستعدين يلا يعني بتاع تلتية كده يعني. يلا 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 عشان ما ينفعش ايه؟
هو لا ما ينفع 10 بايت ببلاش عشان ما يمشي. طب بص احنا نسيبه المره الجايه. سيبه المره الجايه.